أرجأت المحكمة الجنائية المتخصصة البت في قضية مسجد دار الرئاسة إلى بعد 40 يوما. لابد أن يتزحزح الجليد وتتحقق العدالة وينصف المجنى عليهم بعد مرور 6 أعوام على جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وجلسة جديدة في المحكمة الجزائية المتخصصة بحضور المتهمين ومطالبة محامي المجنى عليهم برفع طلب الحصانة البرلمانية عن حميد وهاشم ومدحج الأحمر المعلق منذ عام تقريبا في البرلمان. التزمتنا بتقديم ما لدينا من دعوى وهي الأهم، بالإضافة إلى أننا كنا قد انضمينا إلى الدعوة النيابة العامة، فإننا سنقدم دعوة بالتفصيل يعني وفقا تأييدا ووفقا للأدلة وفقا لما قدمته النيابة. جلسة نارية ومشادات كلامية بين محامي الدفاع والنيابة أكدت أن المتهمين 5 يتلقون الزيارات والعلاج في محاولة لإخراجهم من السجن بحجة أنه لا يجوز الحبس للمتهمين انتظارا لدعوى ما زالت في علم الغيب، متناسين أن هناك اعترافا صريحا من هؤلاء السجناء. بعد قرارات المحكمة السابقة والمتكررة لم نتمكن من زيارتهم والالتقاء بهم، وهذا إخلالا بحق الدفاع وحقهم في محاكمة عدلة ومنصفة. هذا نتائج بالنسبة للالتقاء بهم، من أول ما حكموا وبعد في النيابة التقوا بهم، فردوا بهم في الملف الثاني، بيتعرض كرم صحيح. رئيس المحكمة أكد أن العدالة حق ولا بد أن يعطى كل ذي حق حقه، وأعطى النيابة فرصة أخيرة لتنفيذ القرارات السابقة ولعل أبرزها إعادة تعقيب ومخاطبة مجلس النواب بالتصرف بشأن من وردت أسماءهم وإلزام النيابة العامة بإحضار إثبات الدعوى العامة وتؤجل القضية شهرا وعشرة أيام. نعرف محاميين الدعاء الخاص آخر فرصة لتقديم دعاوى موكلين الشخصية والخاصة. ويبقى أخطر ملف سياسي هز اليمن بجريمة محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح وكبار مساعديه في الدولة قضية مفتوحة والعدالة تلاحق الجناه حتى ينالوا عقابهم المحتوم. سامي الحجري، اليمن اليوم.